ميلي فلوج ميلي فلوج ميلي فلوج، ويعاود يقول لكم عشري ميلي فلوج. تبارك الله عليكم، نهاركم زوين، راكم منورين، الله ينوركم. تبارك الله عليكم. مرتي مرتي ايوا وفين فين؟ ايوا ايوا زيد على قهيوة شربيها ولا خليها سبيسي ولا مهرسة حليب بالشكلاط الكويتة. صباح الخير راجلي. صباح النور مرشي. صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي بخير؟ كل شيء مزيان؟ الحمد لله. الحمد لله. يا ربي ربي كبير. الحمد لله. ربي كبير. الله بلاد النوار، حنا بلاد النوار، بلاد المغرب، بلاد المغرب. هز درابو المغرب وقول عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. المهم نهاركم زوين، تبارك الله عليكم خوتي. اليوم غنتكلموا معكم، الله يرحم لكم الوالدين، يا صغير يا خويا يا كبير. المهم الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تعاونونا بالمساعده، الله يكبر بكم في الجنه يا المرضيين يا المرضيات. المهم تبارك الله عليكم، عندنا مشكله خوتي، كنا خدمنا على الكونت في تيك توك. المهم الحمد لله بديناه 1000 افوني، بغينا نتسافدوا شويه 10000 افوني. المهم شبعنا قلنا نتسافدوا نتعاونوا مرتي الكره الوقت والزمان هذا. المهم الحمد لله ربي كبير، تيتسد باب تيتحلوا بيبان، ولاد الناس كاينين الحمد لله. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الرباط، قادمين من مدينة الدار البيضاء من أجل لقاء هذا الكوبل المثير. ما غاديش نقولوا مثير بشكل مستفز أو بالشكل اللي كنا كنشاهدوه في بعض القنوات أو بعض الأشخاص اللي عندهم قنوات في اليوتيوب. يعني كنقولوا بين قوسين تافهين، او كيأذيو الناس، او كيضحكوا على الناس، او كيخلقوا مشاكل الناس اخرين. هذا كوبل انا كمتفرج ديالهم، متتبع ديالهم، كيف كيف بزاف ديال الناس عندهم مشاهدين وعندهم جمهور ديالهم. علاش؟ كوبل زوين، كوبل نقي، كوبل ما كيأذيكش وما كيأذينيش غير كيف قصنا. غير كتفقصنا يا خويا. اجا فاش نسولك بعدا قبل ما نبدا، واش بلاتي هي غادي تجاوبني؟ واش ملي كيقول لك صباح الخير مرتي كيقول لك ديما، ولا غير في التصاور ولا غير في الفيديو؟ ملي كيف صباح كتقول لي صباح الخير مرتي بهذيك الطريقه، وانا كنقول لك صباح الخير راجلي. ما كتغمقوش علينا. لا والو راه شحال من واحد، ربي كبير، شحال من الصباح عندنا، عندنا صباحات تبارك الله ربي كبير. صباح الخير نقول الحمد لله. لا وكيف بهذيك الطريقة كيقول لك صباح الخير مرتي. صباح الخير مرتي. صباحكم مبروك وصباحكم بالورد إن شاء الله، نورونا معكم الله يكبر فيكم. لأن كنقرا بعض التعليقات كيقولوا ما بقيناش بغينا نتزوجوا. الناس تيقولوا ما بقيناش بغينا نتزوجوا. علاش؟ لأن بهذيك الطريقة باش كيقولها هو ربما هو ذكي، لأنه اختار واحد اختار واحد الكلمه اللي ما كنقولوهاش حنايا، وما كيقولوهاش والدينا، وما كيقولوهاش الناس اللي غيتزوج. الحاج انت راه كبر منا ومزوج وعندك الوليدات، ما كاينش راجل كيقول لمرته في الصباح صباح الخير يا مرتي. هذيك اللي قال لها صباح الخير مقدرة، تحمد الله وتشكره. خاصنا نفيقوا، ما نساوش واحد الحاجه الجمهور خوتي العزاز، من تفيقوا نقولوا الحمد لله. واحد الصديق، واحد الصديق سميتو اسامه، واحد الصديق سميتو اسامه قال لك هلكتي في صحته. شوف ما تقراهاش بديك الطريقه الخيبه. راه حتى انا ملي كنتفرج فيك وكنشوفك الطريقه كيفاش كتكلم مع الزوجه ديالك كنقول واش هذاك الحلم ولا شنو؟ الحمد لله. لان هو كيف قلت هو الذكي، الذكي اختار واحد الكلمه اللي الناس كتجيهم راه ما يمكنش. باش هو يضحك، هو باش هو يضحك. شوف الاهم من هادشي كامل هو انك ما كديروش شي حاجه خيبه. انت والزوجه ديالك مفاهمين. كيف قلت لي بان كان عندك وليد ما كتبش الله توفى، وبنيه، وربي رزقكم يعني بواحد توأم. عاودنا تويمين الحمد لله ربي. دابا عندي 5 شهور، دابا عندك 5 شهور، دابا حامله، حامله 6 شهور. الله يفك حالك على خير ان شاء الله. مسكينه ما جاتش لك في الشهر، بغاوتي مروه تيك توك. المهم مرحبا،
المهم ربي كبير قلتها في القبر وحق الله واش نقرا على القران. ربي رزقكم ربي رزقكم بتوأم. والله الا تحطات لي في فيديو واش نقرا على باش تفنشا وحق الله ربي فوقها. راه بنتك ولو انا ما عاشتش معك كتب الله الناس. طلبت الله ربي عاودنا ربي كبير شويه الحمد لله احنا ودبت الناس فاهمين بخير عايشين ماشي مشكل وحامل الحمد لله ربي كبير فاهمين انا ومرشي. بغينا نعيشو زويونين بغينا نضحكو بغينا نلعبو. لا انت دابا شوف خلينا نهضر ما تغمقش عليا كتغمق عليا. الله ودي قولي لي شنو اسمك الله؟ نهيله. نهيله كيفاش دار المعامله ديالو معاك؟ لا بخير الحمد لله والله مزيان يعني كيتعامل زوين داير الخاطر شحال من حاجه ما كيبغيش ياذيني عارفني تيما الوالد ديالي يلاه توفى دابا بشي 9 شهور دابا الاب ديالك يلاه توفى ديال 9 شهور دابا ب 9 شهور الله يرحمه هادشي اللي كان جاني مع داك البيريون ديال الحامله وقربت نولد ما جانيش الوجع وتعطلت شحال من حاجه جاتني البابا على غفله ولكن الله يرحمه ويوسع عليه هادشي اللي نقولوا مهلي فيك ضروري مهلي فيا والله كيدير اكثر من جهده مسكين وكيجيب ليا وكيفاش الطريقه تفكرتوا انكم ديروا هاد الكونسيبت في غرف ديال التيك توك بقينا كنقولوا نرميو فيديوهات حنا قالوا الناس كيستافدوا كيديروا بدينا كنرميو فيديوهات غاديين وكنديروا شويه درنا موسيقى غير من التيك توك شويه ولينا كنهضروا حنا بصوتنا ولاو كيهزوا لنا صوتنا وكيهضروا به كيجيبوا بينا البوز وكل كومونتيرات وداك الشيء وكنديروا اللايفات والحمد لله هذا الشيء اللي كاين والله ينصر سيدنا. دابا انتما ما كانش عندكم فكره ديال انكم ديروا التيك توك يعني حتى شاهدتوا ولا سمعتوا بان الناس كيستافدوا؟ سمعنا ناس كيستافدوا خلنا اليوتيوب قال كان شفت التيك توك المهم كانت مشينا تنتفرج فيه انا ومارتي تنشوفوا فيديوهات شي دوزو ديال 60 ثانيه 15 ثانيه ساهله بنادم تيلعب ديال 3 دقائق فهمتيني تيلوح فيديوهات يتسافدوا دخلنا الفيديوهات ديال اليوتيوب بين السيفات من تيك توك شرقوا الناس يتسافدوا من 1000 افوني اي واحد يدخل ليها تيتسافد منها انا والله الشوم فرحنا من 10000 كافوني عاتيالي كلشي تيقول نوصلوا 10000 كنوصلوا لها كاملين حنا فتناها وما تستافدناش عاودنا حبسنا الكونت عاودنا عاتيالي قلنا لا حنا راسنا هنا انا ومرشي ماشي مشكل نكملوا بدينا الناس هزوا فيديوهات قلنا نكملوا بلاصه دقيقه لان نقرص واحد التعليق قال لك السيدي دارت لايف هذاك انت كتقولي باللي خاطفك وكيهدد وكيهددها باش طلب وما حاملاش سولو ما صافي على هاد لايف راه عقلي وقف واش خاطفك؟ لا هو اللي كان ماشي ديالنا نور هو اللي خاطفني وغادي نزيد مع وليدات وغادي نديروا لا بطبيعه الحال داكشي غير كذوب اصلا هما في اللايف ديال لا دابا واحد اللايف دابا لايف ملي كنطلقوا انا وياه تيقول لك راه حكا راه خاطفك الا كان خاطفك ديري شي اشاره هادشي اللي كيقولوا كيجيبوا بينا البوز دابا فهمتي هما كيضحكوا معاكم نتوما كتضحكوا معاهم وكيشدوا التصاور من اللايف كيصوروا كيسكانيو وكيقولوا بان كيديروا اصوات واحده اخرى غمزي ولا هزي يديك ونجيو نعتقوك لا بالسبان باش يسالوا معايا وتيبرزطوني في اللايفات تيقولوا يقولوا لي راه الجزائري ماشي انا جيت طلع عندي شي ساعه ودير كذا تنقول لهم المغرب تنشرف بلادي المغرب عاش الملك تنقول لهم زو درابو المغرب ولاحظوها في اللايفات تنقول لكم زو درابو المغرب عاونوني تيكثروا زيرين عليا تيقولوا يا ولي معانا انت ولد كذا ولد هذاك اودي الله يهديكم راه مغربي وتتشحفوني وعاونوني ديك الساعه علاش تمشيو لعندهم الله يكبر فيكم تكبروا بينا راه حنا راه ها تقولها هنا الصباح ملي كتفيق مرتي مرتي صباح الخير صباح الخير راجلي كي صبحتي بخير بخير الحمد لله ربي كبير صباح الخير يا سيدي ربي وهكذا عادي ولا غير كت عادي في الطرف ولا غير في التمثيل يعني غير في التيك توك عادي غير انتما هضرتكم هكذا هضرنا هكا في الطرف شنو هي لا غوسيت اللي عندك باش الناس اخرين يعني كاين البنات كنقرا تيقول لك كيفاش راجلي يسوي سخليفة غير كيفاش راجلي تنخليه يقول لي اصبح خير مرتي حنا اصلا تنفيقوا شنو خصنا نقولوا صباح الخير صباح الخير واش كاين شي حاجه من غير صباح الخير والحمد لله ما كاينش صباح واحد راه كاين صباحات ربي كبير الحمد لله خصنا نقولوا كما كان حتى نقول الحمد لله والمهم نتمنوا من الله تفهمونا حاولوا تعاونونا نتوما راه خوتنا مغاربه خصنا نهزوا بعضياتنا ما نطيحوش بعضياتنا خوتي في الغيب تبرزطوني يا شنو بغي الناس داعمين شي بغيو يتعاونوا معانا كيفاش كيبرزطوك كيفاش كيبرزطوك شي برزطوني شي بقى السبان ولا شي يطلع شي واحد بغي يلعب مع تحدي تيقول لك كلمه خايبه غني لك كلام خايب
باش يضربوني بحذر. انا اصلا هاوني ضربني بحذر.